يواصل بنك الدم المركزي استقبال المتبرعين خلال عطلة الأعياد الوطنية وذكرى الإسراء والمعراج. الحملة التي أطلقت بعنوان الكويت بدمي جاءت لسد النقص في أكياس الدم في المستشفيات ولتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي واستذكار دماء الشهداء. أحب أتوجه في البداية للشكر لجميع المتبرعين اللي شرفونا بالحضور للتبرع بالدم خلال فترة عطلة الأعياد الوطنية، وأحب أوجه طلب للجميع للحضور ومشاركتنا بعملية التبرع بالدم خلال فترة العطلة، حيث إن بنك الدم يعمل يوميا أثناء فترة العطلة من 7 صباحا إلى 7 مساء، وهذا حتى نستطيع أن نلبي الحاجة المستمرة للمرضى من الدم وجميع مشتقاته. فبنك الدم يدعو الجميع بجميع فصائل الدم للتبرع في بنك الدم. القائمون على تنظيم الحملة يسعون من خلالها إلى تعزيز ثقافة التطوع وتعزيز قيم العمل الإنساني لدى الناس. والله أول شيء هو صدقة للمحتاجين، في ناس واجد يعني مسوي حوادث، ناس واجد محتاجة للدم، فمنها صدقة للمحتاجين. نعم في نقص واجد كبير في المستشفيات، فقاعد نشوف الناس واجد طالب في تويتر تبرع لفلان تبرع لفلان، احنا بدورنا نقوم نحاول نساعد يعني بدورنا اي فصيله محتاجه، نجي ان شاء الله ونسد مكان ان شاء الله. لا طبعا في فايده، ما بتبرع انا كل 4 اشهر تقريبا بتبرع، برتاح كثير، ما بيصيبني خمول وهالشغلات هاي كلها. والله هو اجتماعيا نحن كعمل تطوعي بفريق الاستجابه للانقاذ الكويتي، فوردنا امبارح رساله على الجروب تبعنا انه في احد الاشخاص عندهم الله يشفيهم ويعافيهم المرض الخبيث. فبالمطلق نحن كعمل تطوعي وكان الامور هذه بنحب نساعد، بنحب نواجه الامور هذه بالمجتمع والامور هذه. فالله يشفيها ويعافيها يا من يا رب، ويجعلهم من حسناتهم كل الاشخاص اللي بيتبرعوا هون. اول شيء سبب انساني، وعشان النقص اللي قاعد يصير بالتبرع الدم والناس اللي تبي دم، وهو اصلا صحيا حق الجسم ويصب مشان الصداع والسوالف هاي. لا من نفسي، من نفسي ما عندي شيء، قلت خلني اجي اتبرع بالدم وحاسس حتى عندي صداع وكل شيء، اجي مره واحده انشط الجسم ونسد التبرع لنقص الدم اللي قاعد يصير هني بالبلد. وكل يوم على شو اسمه الاخبار عم نشوف نقص بالدم والناس حرام تبي دم وكل شيء. التبرع بالدم يعتبر من أسمى أنواع العطاء الذي يقدم من البشر للبشر، ويعبر عن مدى تلاحم وترابط أفراد المجتمع بين بعضهم البعض. لقناة ATV العدالة، خالد الفارس.